تشوف كذا؟ والله فريق محترم بصراحة، يستاهل يستاهل الفوز. والله أبو بدر فريق يلعب بروح ويلعب بانضباط تكتيكي عالي، مو لعيبة قاعدين يستعرضون وتاركين تاريخ ناديهم، لا احترموا التاريخ، لا احترموا الجماهير اللي حضرت ولا الجماهير اللي تتابع، ولا احترموا الإدارة اللي قاعد تشتغل من أجلهم بصراحة. وأعتقد أنه سلمان المالك قال اللاعبين المتخاذلين ما لهم مكان في النادي، أتمنى أنه هذا الكلام ما يكون تصريح فقط، أتمنى أنه يكون فعل ونشاهد هذا الكلام على أرض الواقع. النصر بدأ المباراة بتشكيل غريب من المدرب، طبعا النصر إلى الآن له فترة طويلة ما لعب بتشكيلة ثابتة من فترة، كل مباراة لها ظروفها ولو تشكيلة جديدة، وهذا يؤثر على انسجام الفريق. ولكن مهما كانت التشكيلة ومهما كانت الأسماء اللي موجودة، اللي شفناه في الشوط الأول مهزلة كروية وفضيحة بحق نادي كبير كالنصر. عبد الله المستند، كيف كان اللقاء أول حاجة؟ ناخذ رأي فني. أول حاجة طبعا الباطن عاد لنا شيء من بريق السابق، لكن نعرف الباطن اليوم أبدع كثير أبو بدر، خاصة في هذا مو ماكل ستة مدري نعم صحيح أبو بدر طبعا ماش الهلال هازم مو الشرط، إيش فرقت؟ ما أنا أبغى فنيا من عبد الله، إيش الفرق؟ فرقت أول حاجة، ليش فريق يخسر بستة وبعدين بعد تغيير مدرب يفوز 2-0 3-0 على فريق كبير زي النصر في الرياض؟ خمسة فاز الهلال، خمسة عفوا، والأهلي فاز خمسة أيضا. نعم تغير المدرب إلى